السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل أسئلة الحركة الموجية من كتاب المؤسس. إحنا في صفحة 38، السؤال رقم 48. جميع الأمواج التالية مستعرضة فيما عدا، طيب، رقم 1 أمواج الصوت. أمواج الصوت ما هواش موجة مستعرضة، هو موجة طولية، يبقى المفروض الاختيار رقم 1. طب تعالوا نشوف الاختيار رقم 2. أمواج منتشرة على سطح المية. الأمواج اللي بتنتشر على سطح المية دي أمواج مستعرضة. طيب رقم 3، الأمواج المنتشرة في وتر مشدود مهتز، برضو أمواج مستعرضة. أمواج الضوء أمواج مستعرضة، يبقى كله أمواج مستعرضة ما عدا أمواج الصوت، يبقى الإجابة رقم 1. السؤال رقم 49، في الأمواج المستعرضة بتهتز جزيئات الوسط إزاي؟ بتهتز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة، يبقى هدور على الاختيار رقم 2، اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية. السؤال رقم 50، أفضل مخطط اتجاهي يوضح العلاقة بين اتجاه كل من سرعة الانتشار الموجة VC وسرعة الاهتزاز جزيئات الوسط وإزاحة جزيئات الوسط في حالة الموجات المستعرضة هو إيه؟ طبعا جزيئات الوسط بتهتز لأعلى ولأسفل، وطبعا سرعتها مع الإزاحة بتاعتها، واتجاه انتشار الموجة بيكون في هذا الاتجاه في اتجاه أفقي، يبقى احنا هنختار الاختيار رقم 4، ان جزيء الوسط اللي هو رمز لي بالرمز اكس لون، ان ازاحة جزيئات الوسط هتهتز لأعلى ولأسفل، وبالتالي هتكون سرعة الاهتزاز لأعلى ولأسفل، لكن اتجاه انتشار الموجة هيكون في الاتجاه الأفقي. وبكده حققنا ان في اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط عمودية على اتجاه انتشار الموجة، ودي من صفات الموجة المستعرضة. السؤال رقم 51، عند تحريك ماء في الحوض بواسطة لوح من الخشب يحدث عند سطح امواج المية. طيب هي المية الامواج بتاعتها عند السطح بتبقى موجات مستعرضة، يبقى عند السطح بتبقى الموجات مستعرضة، وذلك بسبب تماسك جزيئات الوسط عند السطح، بينما في القاع الحوض هيبقى الأمواج طولية لضعف تماسك جزيئات الوسط. طيب السؤال 52، أي مما يلي مماثل على موجة مستعرضة؟ هنقول إن احنا عندنا موجة صوتية تنتقل من أسفل تلة إلى أعلى، دي كده موجة طولية. طب موجة صوتية تنتقل من الشمس إلى الأرض، هنقول دي برضو موجة طولية. طب موجة يحدث فيها الاضطراب باتجاه موازي لاتجاه نقل الطاقة، دي موجة طولية، واحنا عايزين موجة مستعرضة. يبقى رقم 4، موجة يحدث فيها الاضطراب باتجاه عمودي على اتجاه نقل الطاقة. السؤال رقم 53، ربط حبل بحامل كما بالشكل، ثم قام أحد الطلاب بصنع نبضة، إذا وصلت النبضة لنهاية الحبل فإن شكل الموجة المرتدة المناسب هو إيه؟ إيه موضوع النبضة دي؟ النبضة دي ممكن تبقى نصف موجة زي اللي حصل هنا، وده بيبقى اضطراب فردي لا يتكرر. يعني انت دلوقتي عملت لي نبضة موجبة عبارة عن قمة اهي، النبضة دي انت ما حركتش الحبل تاني، الموجات عبارة عن نبضات، ولكن النبضة الواحدة عبارة عن اضطراب فردي لا يتكرر. طيب يبقى انت عملت نبضة هنا، ده كده القمة، القمة دي هتدنها تروح لحد ما توصل لنهاية الحبل، وبعدين لما تيجي ترتد هترتد، مش هي عبارة عن نبضة موجبة، هترتد على شكل نبضة سالبة تعمل لي قاع، وبالتالي الاختيار رقم بي غلط، لأن هي مش هترجع تاني على شكل قمة، لا هي الاختيار ايه، الشكل ايه، الشكل ايه هو الصح، انها هترتد وتبقى قاع. طيب الشكل دي مستبعد ليه؟ لأن هي احنا قلنا عبارة عن اضطراب فردي مش هيتكرر، فأنا عاملة موجة نبضة موجبة ازاي بقت موجة كاملة، فدي مستبعدة، وهنا موجة كاملة ازاي بقت موجة كاملة، ده هو اضطراب فردي، يبقى ده مستبعد ده مستبعد، يبقى عندي الإجابة رقم 1 الاختيار ايه. السؤال 54، في الشكل المقابل الحركتين التوافقيتين A و B يختلفان في السعة، هنا أقصى إزاحة غير أقصى إزاحة، وبالتالي هختار الاختيار رقم 4 سعة الموجة. سؤال 55، أي من الأمواج التالية أمواج طولية؟ الأشعة تحت الحمراء دي أمواج مستعرضة، أمواج الضوء أمواج مستعرضة، أمواج الصوت دي أمواج طولية، أما أمواج الراديو في الفضاء دي أمواج مستعرضة. طيب يبقى أنا هختار مين؟ هختار رقم 2، إن أمواج الصوت هي الأمواج الطولية.
سؤال 56: في الموجة الطولية بيكون اهتزاز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، يبقى اختار اختيار رقم 1. سؤال 57: يمثل موجة طولية منتشرة في ملف من الطرف A للطرف F، فإن الطول الموجي لهذه الموجة، عايز الطول الموجي. الطول الموجي هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين. فهبص كده هلاقي إيه واخد مركز التضاغط الأول والسي التضاغط الذي يليه، يبقى من A لC ده كده طول موجي، يبقى الاختيار هيبقى رقم 1، المسافة من A لC. سؤال 58: ينتقل الصوت في الماء على هيئة المية، ليه في موجات على السطح وفي أمواج في القاع، وبالتالي هينتشر على أمواج طولية وأمواج مستعرضة على حسب التماسك بتاع جزيئات الوسط. 59: طول الموجة الطولية بيساوي كل مما يأتي ما عدا المسافة بين مركزي، هو عايز الإجابة مش الخطأ يعني، المسافة بين مركزي تضاغطين أو مركزي تخلخلين متتاليين. الإجابة دي صحيحة لأن هو ده تعريف الطول الموجي. طب المسافة بين مركز التضاغط ومركز التخلخل الذي يليه، لا ده كده مش تعريف الطول الموجي، ده نص طول موجي. طيب طول تضاغط وتخلخل متتاليين، لا الإجابة دي صحيحة، يبقى لا شيء مما سبق، لا في حاجة خطأ في اللي فات، فأنا هختار الاختيار رقم 2، المسافة بين مركزي التضاغط ومركز التخلخل الذي يليه، هو ده اللي يعتبر مش تعريف الطول الموجي أو طول الموجة. السؤال رقم 60: نسبة عدد جزيئات في التضاغط إلى عدد جزيئات في التخلخل، هقول 1 إلى 1 لأن منطقة التضاغط هي اللي بتتحول لتخلخل ومنطقة التخلخل بتتحول إلى تضاغط، فالجزيئات اللي هنا هنقول عدد إلى عدد الجزيئات متساوي. السؤال رقم 61: وتر يهتز كما بالشكل وتتكون موجة، فإن الموجة التي تصل إلى أذن شخص ما. هنا السؤال ممكن يوقع الطالب بسهولة لأن أنت عارف إن الوتر لما بيهتز بيعمل لي موجة مستعرضة، لكن هو مش بيسأل عن طبيعة موجات الوتر، ولكن بيسأل على إن الوتر لما هيهتز هيصدر صوت، الصوت ده عشان يوصل لأذن حد هيوصل إزاي؟ طبعا الصوت بينتشر في الهواء في صورة موجات طولية فقط، يبقى الاختيار رقم 1.